هلا، شلونكم؟ شو احوالكم؟ اليوم راح نسوي سمبوسة. سمعتوا لي هذا الصوت؟ راح نسوي سمبوسة بعجينة الباف بيستري. وإذا هاي أول مرة تشوفون فيديوهاتي فأكيد أنتم ما تعرفون. سووا لي هاي الحركات كلها، لايك وسبسكرايب ما أدري شنو، حتى تجيكم التنبيهات لما أنزل طبخة جديدة. تتذكرون هذه الحلويات الرهيبة اللي سويتها؟ تلقوها فوق بالوصف، مو بالوصف، راح اخلي لكم اللينك بالوصف، اوكي مو مشكلة. بس راح تطلع عندكم فوق بالتنبيهات، ما ادري شو يسموها هاي بصراحة. المهم فات الفيديو واحنا دا نحكي بقت العجينة من عندها لما سوينا هذه حلويات الباف بيستري. فاليوم راح نسوي العجينة اللي بقت، راح نسويها سمبوسة. اوكي، حشوة السمبوسة ثرمنا بصل ناعم قطعناه وراح نحمسه بالدهن. طبعا عجينة الباف بيستري خلوها ويا الحلويات تصير حلوة، خلوها ويا الموالح تصير طيبة، يعني عجينة متعددة الاستعمال. خلينا نقول حمسنا البصل، بعد ما يحبس كل الزين ويذبل راح نخلي فوقه اللحم، حشوة عادية للسمبوسة مثل حشوة الكبة أو أي حشوة ثانية أنتوا تحطوا، يعني اللي تريدون تحطوه بيها عادي، أي شيء حشوة اللي تحبوها يعني. أنا حطيت هذا ماجي سراب، هذا استعمله بدل الملح وبدل الثوم إذا تحبون ثوم، لأن بشوية هو ثوم وبصل، هو خليط من الثوم والبصل، كلش طيب. إذا ما عندكم حطوا شوية ملح. هذه خلطة البهارات البرياني، هذه اللي أنا أسوي لكم إياها، راح تطلع فوق عندكم إذا تحبون تشوفون الخلطة بالفيديو اللي موجود. أنا هذه أنا طاحنتها بيدي، والخلطة أنا مسويتها رهيبة رهيبة بالحمص لما تحمسوها وتطلع ريحتها. خلوا دائما البهارات لما تحطوها خلوها تتحمص زين، ويلا تطفون النار. حطيت شوية كمون وفلفل أسود، بعد ما تحمص كل الزين، بس سمعوا صوت التحميص اللي يخبل، راح اخلي اذا تشوفون بجنب الكوب شويه مي. هذا ليش؟ ليش حتى تذوب البهارات اللي موجوده بالخلطه او بالحشوه، وانه ما تصير طعمها بحلقنا، خصوصا البهارات اللي احنا نطحنها مرات تكون اكو اشياء خشنه وتتقرط بالحرق فحتى تذوب. هذا نعناع مجشفف شي اختياري، اذا ما عندكم حطوا مثلا كزبره، حطوا بقدونس، اي شيء، بس انا احب طعم النعناع المجفف كلش ينطي طعم طيب. بعد ما بردت الحشوة مالتنا كلش زين، نبدي نحشي العجينة مثل ما قلت لكم اللي بقت من عندنا من الحلويات اللي سويناها، حلويات الباف بيستري، عجينة الباف بيستري. وإذا ما عندكم طبعا انتم ما مسوين الحلويات، فهي هذه العجينة تجيبوها من السوق جاهزة. دائما أنا أوصي إنه عجينة الباف بيستري إن واحد يجيبها جاهزة أحسن ما يتعب نفسه بيها، لأنه بصراحة هي شوية صعبة وتاخذ هواية زيت وتاخذ هواية دهن وتظلين تعجنين بيها. فجيبوها من السوق، هواية أنواع وأشكال وكلها طيبة وأسهل باستعمالها، حتى لو حطيتيها بالفريزر وترجعيها مرة ثانية تستعمليها عادي. شوفوا أنا هاي بقت عندي، بقت أمديتها وراح أقطعها مرة ثانية. هذه إذا أنتم ما عندكم مقطعة طبعا أو جاهزة من السوق، ممكن تجي عجينة كاملة هيك أنتم يعني أنتم تقطعوها. قطعتها وراح ابدي احشي بيها واصفها بالصينيه. شوفوا اني ما قليتها ولا شيء، راح اخليها اشويها لانه هي بيها زبد كلش هوايه. عجينه الباك بيستري دهينه، يعني هي تنفش من كميه الزبد اللي بيها والدهون. فبس اخليها يعني احشيها واخليها على صينيه الشوي وبالفرن. عجينة الباف بيستري ما تحتاج شوي فترة طويلة، 15 دقيقة ماكسيموم. شوفوا لي هالسمبوسة اللي تخبل، واسمعوا لي هذا الصوت الرهيب اللي راح يطلع لما تاكلوه. طبعا والطعم خيال، سمبوسة كلش سهلة وسريعة ولذيذة، وألف ألف ألف عافية.